عاد صوت جميل وحفظ عرف مكامن القوه لصوته. الله يوفقه التوفيق الطيب، وما شاء الله التوفيق. تبارك الرحمن عنده صوت طيب وجعل فعله التوفيق ان شاء الله. الاسم اللي بعده ابو بندر عبد الله البقمي. عبد الله معيض البقمي ما شاء الله، هذا من اصوات قبيله البقوم. عبد الله الرياحي. ونعم ونعم استاهل. كان تركت عندك اللحمه شوي. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. مرحبا يا عبد الله، مسي عليكم على المشاهدين المتابعين البرنامج. مساك الله بالنور، مرحبا بك يا ابو. لعل ان شاء الله ما نقدم يحوز على رضا الجميع ان شاء الله. اصبري يا عيني لا تبكين، سلام، واعتنز يا قلبي لا تنضام، ما على وجه البسيطة زين، والعواض في دورة الأيام، أنثانا ودون الخوي صفين، حط والأنفس دارا وحزام، ذي حياة ابن آدم المسكين، لو فراش ريش النعام ونام. سلام. يا سلام، صح صوتك يا ابو عساف، انت اضافه كبيره واضافه قويه جدا. الله يطول عمرك يا ابو حسين. للبرنامج اسال الله لك التوفيق، تمكن من اللحن، العرب، الثقه العاليه في النفس. الله يطول حياتك ويرحم والديك. احنا سعيدين بتواجدك معنا في هذا البرنامج اللي كبير باسمه، وتواجد امثال اعضاء اللجنه وتواجد ابو جابر، الاسماء الكبيره في هذا البرنامج. ابو جابر يا مرحبا. يا ابو معيض وفاك التوفيق ان شاء الله. الله يطول عمرك يا حبيبي. ما شاء الله من الناس اللي لهم حضورهم في السوشيال ميديا وكذلك في مجال الانشاد، اجعل فالك التوفيق ان شاء الله. بالتوفيق بالتوفيق يا ابو عساف. الاسم اللي بعده منيف نواف.